للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدرة. دكتور مصطفى، بعد تحية، قراءتك لما تم يعني الأخذ فيه الاعتبار من ضمن مجلس الوزراء وفي اجتماع مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات التنفيذية والبدء في الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالحماية الاجتماعية؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا اجتماع مجلس الوزراء النهاردة بينفذ تعليمات فخامة الرئيس اللي هو كان بالأمس السيد الرئيس بيجتمع بدولة رئيس الوزراء والسيد وزير المالية، وكان من أهم القرارات اللي هي كان توجيهها من فخامة الرئيس للحكومة أن يكون في حد أدنى إن شاء الله في الموازنة الجديدة اللي هي تعتبر من 1/7 القادم. نعم. هيكون الحد الأدنى 2700 جنيه. صحيح. وده من أهم المؤشرات أن عملية الإصلاح الاقتصادي بتسير بخطوات إيجابية، لأن ده هيحسن من مستوى الدخل لكل الشرايح في المرتبات. نعم. لأن لما يكون الحد الأدنى 2700 جنيه فهتتحرك الشرائح إلى أعلى فتزداد وتكون في تحسن في مستويات الدخل. ده على جانب. الجانب الآخر طبعا أن هيتم تعيين 30,000 موظف اعتبارا برضو من الموازنة الجديدة. هيتم الاختبارات طبعا وفق قانون هيصدر خلال أيام أعتقد، يعني هيكون ده بمزيد من عملية التحسن في مستوى الخدمات التعليمية. طبعا ده بأموال، يعني اللي هيتعينوا دول هياخدوا طبعا فلوس يقدر لهم ب 2 مليار جنيه، وطبعا ده على 5 سنوات فهيكون في زيادة كبيرة جدا. الأمر الثالث وده بيهمني جدا في حركة الإسراع في منظومة الجمارك والضرائب، لأن الدولة بتتحول تكنولوجيا في الوضع الراهن، فده يحسن من عملية الضبط الجمركي والضبط الضريبي. ده هيزيد من رضاء المستثمرين وكل المتعاملين مع هذه الجهات. أعتقد المنظومة بتتحسن إلكترونيا، فده بيلاقي استحسان الحمد لله من على المستوى المجتمعي ومن على مستوى المواطنين. إذا ما تحدثنا على مستوى المواطنين دكتور مصطفى بشكل خاص، إلى أي مدى تجد أن هناك حرص من خلال هذه القرارات التي صدرت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على تحسين جودة حياة المواطن المصري، تحسين مستوى معيشته بشكل كبير؟ لا اسمحي لي، ده حرص سيادة الرئيس، حدثي ولا حرج، هذا الحمد لله واضح للعيان وعلى أرض الواقع، لأنه بيتحدث دائما على تلبية احتياجات الناس دون السؤال ولا دون الطلب من فخامته. يعني لما بنلاقيه احنا متواجد دايما كل يوم جمعة في الشارع لتيسير الوضع، سواء المروري الطرق او تلبيه احتياجات بعض من الناس، او انه بنشوف النهارده التصحيح في كثير من المنظومه التعليميه او الصحيه والمبادرات، كل ده تنفيذ لرغبات المجتمع المصري. نعم. وهو بيكون له من الرغبه دائما للاستماع للشارع وبيحاول يسعى جاهدا، ولكن الاليات دايما يا فندم بتحكمها كثير من الامور الماليه. يعني زي ما بنسمح ان يكون في موارد ماليه الدوله بتمنحها للمواطنين، وهذا رغبة دايما من فخامة الرئيس ومن القيادة السياسية رفع قدرات المعيشة للمواطنين، سواء بقى بتحقيق الأمن القومي في السلع والغذائية، سواء في توفير الكهرباء، سواء في توفير المية والصحة النظيفة. هذه الأمور يا فندم دايما فخامة الرئيس بيخاطب بها الناس ودايما بيطلعهم على أوجه التحديات اللي بتواجههم. نعم. في غلاء المعيشة. نعم. أيضا أتساءل دكتور مصطفى عن التوقيت الخاص بصدور هذه القرارات من قبل القيادة السياسية، كيف قرأت ذلك؟ فخامة الرئيس دايما بيبقى أو القيادة السياسية مجتمعة مع الحكومة دائما زي ما يمكن حضراتكم تعلموا جيدا، وبيواجه دايما الرؤية للتحديات. يعني ما بيحاولش ان هو يترك المشاكل لتتعمق أكثر، أو يحاول ان هو يكون في نوع من أنواع التحديات لفترات أطول. علشان كده التطويق التوقيت اللي احنا بنشوفه توقيت راهن في الاستعداد للموازنة الجديدة، ان يتم فيها تطبيق زيادة تحسين الناس المعاشات، سواء الأجور، سواء أن يكون في تعيين لحل أزمة التعليم، سواء أن النهاردة هيكون في علاوات إضافية للخدمة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ده كله فندم النهاردة بيضع فيه أن الدولة بتضع رؤية لتحسين الطلبات والخدمات دون الطلب. صحيح بيكون في بعض من التجاوزات في اماكن او شبه لذلك، ولكن المجتمع المصري كله على قلب رجل واحد بيؤيد ان الدوله والقياده السياسيه بتلبي الرغبات وتحقيق الاحتياجات
دون المعاناة، ولكن طبعا هذا حاله الإنسانية. الإنسان دايما يتحدث عن طلباته واحتياجاته ودائما الشكوى دون أن هو يكون دائما رؤيته للمتواجد أو متوفر أمامه. أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى بدر، أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.